تعال بقى نشوف بقية التشالنجز. بصراحة الموضوع مشوق جدا، تعالوا كده نخلصهم. احنا ماشيين كويس على فكرة، يعني زي ما انتم شايفين كده احنا فتحنا اول اتنين خلاص، عايزين نجيب لنا مثلا حوالي هنا ملايين، شايفين هنا عايز 9 مليون، 19، هكذا. والمليون دول بيجوا من هنا، كل واحدة من دول بنعمله. في حاجات قربت تحصل ان شاء الله، يعني انا في كام واحدة كده ان شاء الله تحصل، فنبقى ماشيين تمام يعني ان شاء الله كويس. احنا عايزين بس نلاقي الكابسولز دول عشان ناخد منهم السوبر باور ديت، بلس الكلاود اللي بنطير بيها دي مهمة جدا جدا جدا. ودول ماشي، هنعملهم اون ذا جو ان شاء الله. ان شاء الله النهارده نوصل لل 100، ليفل 100 ان شاء الله. طيب قولوا لي كده لو في حد منكم بيلعب، عرفوني كده كل واحد فيكم في ليفل كام. كويس، يلا بينا بقى. احنا قلنا عايزين نشوف الحاجة هتنزل فين، مش عارف بقى لسه. هو انا بقول لك ده ماشي، تعال ننزل هنا، خلينا ننزل هنا نعمل دي بالمرة. في عربيات تحت ممكن نلاقي برضو شوية الفورش دول. الله، ده في 3 تشيست في حتة واحدة، دي لطيفة دي. هقوم كلهم كده عشان يعدوا معانا، دول مهمين جدا 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 جدا. تعالوا بقى، في تاني هناك اهو. ماشي، هتضربني؟ طيب تعالى نعمل دي. الميزة ان هنا في كتير الحمد لله. حلو، لا لا عد معايا بقى اللي انا كنت عايز اعمله. عشان هو قالك دامج حاجات وانت في العربية. كويس، يعني دي مثلا. حلو حلو حلو، هو جاي ورايا برضه مش عايز يسيبني. ماشي، طيارة بالعربية، ده بيطاردني بالعربية، ده ممتاز. هنعمل حاجات اهو، خدنا حبة حلوين اهو هنا مثلا، كل ده كده مثلا حلو اوي اهو. يلا ضن، ادي اول واحدة كده تمام. تعالى بقى ايه دي من الميشنز برضو اللي عندنا. هو ده اسمه ايه؟
قال لك اشتري اي حاجه معيش، كان لازم يبقى معايا دلوقتي. مش مشكله، المشكله ان ده لو ضربناه من قدام بيتكسر الصندوق نفسه. خلينا نستخدم دي وخلي التانية دي معانا، عشان التانية دي أسرع وبنستخدمها واحنا ماشيين برضو فلذيذة. حلو، راح بقى كده. ماشي حلو. اكسبتد. هو فين بقى؟ عملنا ديلي اتنين، عملنا اتنين. اوكي دي مليانة. ده معاه السلاح، انا عايزه ده. عايزين الكاركتر ده، لو قدرنا نموت الولد ده معاه السلاح اللي انا عايزه. الله عليا الله عليا لما جبت وهو الله عليا والله الله عليا الله عليا. تعالى نروح ناخد الحاجة دي. بس هو وقع فين بقى؟ اهو. حلو جدا. ايوه انا عايز اخد ده. ممكن ناخد دي نضربها كده بسرعة. ناخد دي، ناخد ده. حلو حلو حلو. خلينا نمشي بيه شوية كده. احنا عندنا ميشن معايا دول، شايفين بتزيد على الشمال اهي. ماشي، خلينا ناخد حبة من دول قبل ما البتاع تملى تاني. 20 ثانية طبعا ده كتير. طيب احنا تمام الحمد لله، لحد دلوقتي تمام. استخبى هنا. على فكره في ميشن منهم قال لك تضرب تعمل 600 دامج في ماتش واحد، شايفينها اللي انا حاططها تحت الماب دي. فانا اللي فات ده عملت معاه 246. خلينا نشوف. على فكره اللي انا خدتهم دول كانوا فورجد، يعني دول المفروض يعدوا معايا هنا. اه كويس جدا، ناقص لي اتنين اهو. ماشي، وعايزين ما دي ده صعب قوي. ماشي خلينا مركزين في دول. طيب لا اكيد الولد اللي انا ضربته وهو طاير دوت ليه متضايق جدا دلوقتي يا جماعه، انا متاكد يعني، لان هو كان متخيل ان هو طار ومشي فجاه لقاني. فاكيد دي حاجه جننته، هي حاجه تضايق بصراحه. انا مكانها اتضايق.
احنا ماشيين بنعمل الميشن. الله دي حلوة دي، عايزين حد في عربية نضربه بالاس ام جي اللي معايا، من الحاجات المطلوبة. حلو السنايبر ده، ممكن ناخده. ما فين الشباب؟ عملت 1500 والحمد لله. طيب حلو قوي. كويس عملنا كام حاجة هم منهم والحمد لله. بص بص كده، فين دول بقى؟ مش لاقيينهم، مش طالعين في الماب، او طلعوا حد خدهم. ودي بيرتشيز دي طبعا للاسف لازم يكون معايا 250. انا معايا كام دلوقتي؟ 61، لسه بدري. ودستروي الاوبجكتس ماشي، عملناهم دول اللي بقى خلاص. وجوين انا عملت جوين اوريدي. ودي ايوه اهو، فين العربيه؟ انا عايز العربيه. للأسف حد هنا اهو. افتكرت واحد على فكرة، ده افتكرت واحد. المشكلة ان هو بيقولك اعمل دامج 600. الله فينه بقى؟ دي ممكن لو دخلناها نلاقي تاني. خلينا نشوف كده. ايوه بتاعي، بتاع طايره فوق. ايه دي فاضيه؟ البتاع فين؟ اهي اهي اهي، رايحه فين؟ استني بس. من لطيف. الله بتاعي والبتاع وقع في الأرض هناك اهي.
انا ما اعرفش بقى لما ضربت الكاركتر ده هتحسب لي ولا لا، ما اعرفش بصراحه، ما اعرفش. اللي هو الثعلب ده ما اعرفش هل هيعتبرها لي بقى اوبوننت ولا لا. اه بس ماشي، عملت اهو 600 يبقى حسب لي الكرك. حلوه دي لما ضربت، حلو لان طير لي 600 ده كويس جدا. طب احنا عملنا شغل كويس على فكره في الجيم ده على فكره بصراحه، يعني الديلي ناقص لنا واحده ماشي، يعني دي سهله قوي ممكن نعملها على طول. هنروح عادي عند رياليتي فولز دي ونعملها ماشي، ممكن نعملها ونبقى خلصنا. هنا بقى بيقول لك دي دي صعبة جدا بس ماشي، يعني لو كانت معانا دلوقتي كنا ممكن نعملها بصراحة. ماشي هنا بقى دول مهمين، لازم اشتري حاجة من الفندنج ماشين. ده لازم يكون معايا 250، هستنى بقى لحد ما يكون معايا 250 وانفذ. والدستريال الاوبجكتس ماشي، انا محتاج يكون معايا بتاع ديت واقعد اضرب بقى في الاماكن فيها بيوت وحاجات عشان اكسر اوبجكتس كتيرة، يعني عشان البيت بيبقى فيه كذا اوبجكت جواه، فاهمين قصدي ايه؟ جوين ماشي، دي ممكن اعملها. ودي انديفرنت ماتشز ماشي، اعملها دلوقتي على طول ان شاء الله. دامج انمي بلايرز وذ كذا اهو، ده اللي انا لسه عاملها دلوقتي برضو. وبعدين وين فيرسس باتل لو جاب بقى، هما كتار هما كتار بصراحه. خلينا بقى نشوف هنعمل دول ازاي. بس ان شاء الله سهلين الحبة في لو، بس ان احنا ناخد بس البتاع او يجي لنا 250 فيبقى احنا عملنا الاثنين في وقت واحد. نسلم اهم حاجه تسلم. تعال نروح نعمل دي ونخلص، لما نعمل دي ونخلص ان شاء الله هنبقى قربنا من ليفل 100. هنا هنلاقي المشرومز اللي هم بيعملوا الشيل دول، هقرب لكم شكلهم عامل ازاي. هنا بقى دول اس ام جي نعمل ايه؟ طيب مش نافع خالص، سبلاي دروبس ماشي، خلي دي متعلمه عندي كده عايز اشوفها. هم يا جماعة شايفين الزرق دول؟ هم دول عندك اتنين اهم، تلاتة كمان. طيب انا ممكن اعمل حاجة لطيفة، انا ممكن انزل هنا الاول على دي مثلا، طلعني فوق ادي واحدة ما جاتش
الخطة ضربت، كنت رايح بثقة مخيفة وأي كلام حصل أي كلام مني بصراحة. ده في واحد بس كده. الله بس كده حلو. ده واحد، ده واحد، ده بس كده. احنا كده في التمام، كده احنا في التمام. انا هيب بتاعي اهي، في تاني، في تاني هناك اهو، اهي اهي. بس خلاص كده، كده انا عملتها. بس الله، لا خلاص، لا خلاص، اهدى بس، اهدى. ايه سخنت اوي كده؟ ايوه الرفتاية اهي، هاتلي دي، دي الصعبة دي زي ما اتفقنا، دي صعبة جدا بس خلينا نجرب ان شاء الله تنفع. احنا عارفين عايزين نعمل ايه، دي عايزة حد يكون مش هد، عشان لو لقيت حد في عربية عايز حد يكون واقف كده مريح مثلا، ما بيعملش حاجة، مش واخد باله ان انا جاي، يعني زي دول كده مثلا. بس انا محتاج ان انا اهدى شوية. ان شاء الله بس الحق اللي بيضرب ده، ان هو مش واخد باله ان انا جاي. اتمنى يعني. اهو عملتها، عملتها يا جماعه، عملتها يا جماعه. يا سلام عليا وعلى اللي حواليا. اجري بقى بسرعه كده بس قبل ما تتضرب. والله العظيم انا شاطر الحمد لله، وكان حظي حلو برضه، يعني انا كويس وكان حظي حلو، عشان بس الواحد يقول اللي يقول عليه يعني. ما ينفعش ان انا ايه. اه ده في واحده منهم بيقول لك امشي على الاسفلت 750 متر. طب ما ده ممتاز، يلا بينا الاول. بس ما تودينا لدي بقى. ايوه المره يعني، طالما معانا العربيه الهايله دي وبنعمل ميشن كده كده. قال لك سوق على الاسفلت. شفت بقى اللي ظهر لنا فجأة ده، كان مستخبى على السلوح. احنا مش عايزين نعمل مشاكل، مش عارف ليه الناس بتجيلنا. احنا ماشيين اهو في حالنا. انا بس لما بلاقي مخاطرة قدامي بضطر ان انا اسفا. لازم طبعا، لازم يحصل حاجه زي كده. طيب عايزين شويه اسفلت. انا خلصتها ولا ما خلصتهاش الاسفلت؟ تعال. ما اعرفش انا خلصتها ولا لا، بس ممكن خلصتها. ايه دي بقى؟ دامج اوبوننت وذ سنجل ماتش، عايز 1000. اوكي ماشي. على فكره تقريبا احنا ما اتكلمناش مع بعض قبل كده، فممكن بس اتاكد كده. اتكلمنا معاك، عايز اخد بس الكبسولة دي نفتحها كده. ضربناها كده، عملنا كده وجرينا وفتحنا الكبسولة. المفروض ان هي كده، يبقى احنا عملنا التانية. كان في واحدة تالتة بقى. ايوه دي كان من المفروض ان انا كده كده كده. اهو شفتوا، قال لك 500. يلا يلا روح 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 روح. يلا سلام. حلوة دي، حلوة دي. روح روح روح. في هناك من جولد اهو، جولد هنا. لا نلم، مش هتجولد يا جماعه.
حلوه قوي، تقعد تضرب فيها كده وتزقها لمده لمسافه، سوري انا اسف، 500 متر. انا دلوقتي حبه حلوين على فكره، دخلنا في 300 تقريبا، لان هي ما شاء الله ماشيه هناك. وصلنا 300 كمان، دي حاجه لطيفه. ادي بقى كده، هو احنا الدقيقه خلصناها؟ اه لا اهي، طب ناخد دي بس، خلصناها كده خلص. حلو ده، احنا فين ال عايزين حتة يبقى فيها حاجات كتيرة عشان مثلا عملت حبة حلوين ولا أي كلام؟ اه تصدقوا عملت حبة حلوين فعلا، يعني الواحد بيفكر صح الحمد لله. فين الكاركتر؟ انت فين؟ انت هنا؟ اتكلمنا مع بعض صح؟ اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا. طب انا هعمل دوشة عندك شوية ها، عشان انت المكان عندك هنا لذيذ، في كم حاجات كتيرة شوية. حبة دول حلوين الكسر دول المفروض. ايوه تعالى بقى، حلوه دي، خلصنا. اه تعالى نلم دي، ماشي دي حلوه دي يا جماعه، اللي بتفتح لكم السكين. انا قلت لكم هو مش عاجبني قوي السكين، فبالتالي مش بدور عليه يعني بصراحه يعني، ولكن لو لقيتها في وشك ليه لا؟ فين يا جماعه؟ هي بره ولا ايه؟ هنا. ايوه ماشي، حلوه دي، حلوه دي، عشان احنا كده خلصنا اهو، شفتوا دهلنا اهي. احنا محتاجين يا جماعه عايزين حد. ماشي حلو، عايزين حد واقف كده بيريح، بيجيب حاجة، بيعمل حاجة، واقف متخيل ان محدش هيشوفه كده وراح ضربه وبتاع. تمام، لان احنا عندنا في تو تشالنج، واحد منهم ان انا اضرب الشخص اعمله دامج يعني، والتانية ان انا اقتله. حد خدها؟ اه ده في سويمنج، هو عايزني اعوم. حلو اعوم دي، ماشي باتل اكسبت، كتر خيرك سيدي. دي حاجة خطر جدا اللي انا فيها دي، مرحلة خطر جدا، انا مش عارف كده المفروض اللي يحصل. ماشي، لان مش عارف اخد، كنت عايز السنايبر بصراحة، بس ماشي مش مشكلة اهو. ده انا عايز ده هضطر. هو فين بقى؟ الله ده كده من ورايا. اهو سلام عليا. لا وايه
يا سلام، ده الباتل كمان يعني. ده انا عملت مثلا في الحاجه دي ثلاثه تشالنجز، تخيلوا يا جماعه ثلاثه تشالنجز حصلت دلوقتي، ثلاثه، واحده منهم الدامج، واحده منهم ان انا موت حد بالسلاح دوت، وواحده تانية ان انا اسمه ايه ده الكاركتر، ان انا ادخل الفايت واكسبها. فدي حاجه بصراحه انا منبهر جدا باللي حصل ده. هدي معنى اولى صندوق اهو هنا. دي عملناها خلاص. طيب خلصناها اهو، تمام خلصناها. تصدقوا كده بيرتشيز ان ايتم وكولكت ان ديفرنت ماتشز، ماشي نكولكت دم ان ديفرنت ماتشز، يعني عايزين اربع ماتشات كل ماتش نلم فيه اللمه الحلوه دي. تعالى بقى نخش على البتاع دي ونجيب برضو الميشن دي، يمكن نكسبها برضو تبقى لطيفه. عايزين نعمل بقى بالايه بدي، بس هو عايز 75 متر مسافه برضو، 75 متر دي راح فين؟ ده بيظبط حاله جوه هنا. لحقت نفسي الحمد لله. عايز نعمل 1000 في سنجل ماتش، صعبه قوي دي. عايز حظ بقى يعني، اقابل بقى ناس بقى ومش عارف ايه واللي انتوا فاهمينه ده كله بقى. حد هنا اضربه من بعيد بالبتاع اللي معايا دي. هما فين بس؟ اهو نقدر نجيبه. انت ممكن نشتغل عليه من بعد كده، تبقى لطيفة جدا. تبقى عملنا كذا ميشن. فين بس اهو؟ اهو لقط نفسه مش كلهم شغالين بالبتاعة دي. ايه هو فين؟ طيب انا بحاول اعمل اي حاجة في وسط الزحمة، انتوا واخدين بالكم يا جماعة بعمل ايه؟ اي حاجة في وسط الزحمة انا شايفها دي. هنا كان في 10 ثواني، قال لك لو استخبيت هنا 10 ثواني ناخد برضو تشالنج جاية حلوة. فخلينا دي بقى التول جراس اللي احنا كنا قلبين الدنيا عليها لو تفتكروا يا جماعة. وهي خلصناها. حلوة قوي دي.
لا لا يا ماشي ماشي حقك تبص تفرح. ماشي يا جماعه. طيب نشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو تاني. انا كده بصراحه يعني انا شايف ان في اتشيفمنت حصل. تعال بص بس بصه كده بره ونشوف ايه الاخبار عشان نظبط الدنيا ان شاء الله. انا شايف ان احنا عملنا انجاز كويس جدا 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 باللي احنا عملناه النهارده ده. بصوا يعني احنا عملنا حاجات عاليه جدا. فاحنا كسرنا خلاص الليفل 100، احنا خلاص بقينا 100 دلوقتي، ودي حاجه كويسه. دي اللي احنا عملناهم دي سهله جدا، هنعوم شويه وخلاص على كده. ودول هنعملهم في الطريق. هو الهدف كان عندي ان انا اجيب التسعين عشان افتح كل الفي بوكس. بعد التسعين بقى عايز توصل بقى لاكتر واكتر واكتر عشان تاخد على كل ليفل 5 ستار عشان تفتح حاجات مميزه في السكينز والحاجات دي كلها. فين مكانها؟ لو احنا دخلنا هنا كده على الباتل باس، شايفين هنا هتلاقوا حاجه اسمها بونس ريورد. البونس ريورد دوت شايفين بستارز كتيره، فانت لو في كاركتر من دول عجبك، عجبك الشكل والسكين بتاعه وات ايفر، ففي الحاله دي انت محتاج تجيب ستارز كتيره، وده اللي هيخليك تزيد. انا دلوقتي معايا 409 مثلا، ودول مش هيتفتحوا الا لما تفتح كل اللي في الصفحات دي كلها. فتعال ننزل تحت خالص كده نشوف دول كلهم يتفتحوا قد ايه. 409 يعني انا دلوقتي هبصوا معاكم كده هكليم كلهم في وقت واحد. يلا اهو يلا كل اللي كانوا في الصفحات كلها بقت عندي اهي خلاص. بصوا كلهم خلاص مره واحده كده احنا خلصنا. انا اللي نفسي يعملوه بقى ان نقدر نعمل كليم صفحه كامله، مش كل صفحات. يعني هو بيقول لك تعمل كل اللي فات، لا انا مش عايز كل اللي فات، عايز ممكن صفحه واحده بس كده. انا خدت كلهم خلاص. هتلاقي كده دلوقتي ده اتفتح، بصوا فكده ده اتفتح بقى مفتوح اهو خلاص. بس انا معايا 0 ستارز، فانا كده كل بقى ليفل اجمع لو انا في حاجه عجباني. انا يعني ما فيش حاجه عجباني بصراحه، يعني ما فيش حاجه شداني، يعني فاهمين قصدي ايه. بس كده كده انت لو جمعت ستارز وما استخدمتهاش هو لوحده هتلاقيه جاب لك كده من الاول كده لوحده بدا يفتح لك الحاجات دي في السيزون اللي جاي ان شاء الله. انا عملنا اللي علينا خلاص، حتى ده احنا خدنا كل حاجته فخلاص. فكده احنا معانا كل حاجه، احنا هنا بقى عايزين نشتغل. احنا كده ماشيين كويس الحمد لله. عايزين 5 مليون كمان، احنا عايزين نكمل لحد الاخر. بس احنا عايزين 75 مليون توتال، بس عشان انتوا عارفين يعني الدنيا ماشيه ازاي. 75 مليون توتال. كل واحد من دول بقى بخمسه، باتنين مليون، بتلاته مليون، مش عارف بايه 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 بايه، وفي الاخر هيديك الايه؟ الجلايدر اللي انتوا عارفينها ايه. انا شايف ان احنا ماشيين كويس، ماشيين كويس جدا. انا ما اعرفش الالف دي انا عملتها ولا لا، هبقى اتبسط قوي لو لقيت نفسي عملتها. دي اللي كنا نضرب بيها الخشبه نزقها. استنى كده نشوف بتاعت الالف دي، اتمنى اكون عملتها بصراحه. ترافل ديستنس ان اسفلت 750، ماشي كويس، دي ممكن نعملها. اتعملت بتاعت الالف، انا مبسوط جدا ان هي اتعملت. بس كده انا كده مبسوط، لان هي كده هتبقى صعبه بصراحه. فكده كويس جدا جدا جدا، وانا شايف ما شاء الله ان احنا قربنا يعني نخلص الحاجه كلها. طيب يلا اشوفكم بقى على خير ان شاء الله رب العالمين عشان نظبط الدنيا ونشوف ايه اللي عندكم. لو عندكم اي اسئله قولوا عليها ونجاوب عليها. يلا باي باي.